الله يقول: هل يشرع الذهاب وزيارة المرضى من الكفار لأجل دعوتهم؟ نعم، يزارون لأجل دعوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، عاد يهوديا شابا، فقال له: قل لا إله إلا الله. لما رأى فيه الموت قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الصبي أو الشاب إلى أبيه اليهودي، قال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، فمات على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.